جا عندي بجنويه قال لي فين كاينه، قلت له انا حدا الفرماسيين ديال حي الامان. هو يجي عندي بجنويه ويضربني الراس، انا باش شديت فيه بقى كيضرب فيه وكيقرع ليا في شعري وحيد لي حوايجي في الزنقه، وجابني من الزنقه حتى لدارهم وطلعني لدار مو ولد عمو. ولد عمو ما خلانيش نهرب، هو بقى كيعري فيا وكيضرب فيا واغتصبني. ولد عمو كيشوف فيا واقفين بجوجهم، هذاك واقف وهذاك كيدير ليا في هذاك الشيء اللي بغى صافي. وباش جاو البوليس بداو تيدقوا كيغوتوا عليا بسميتي ناوال ناوال، ضربني عاوتاني بجنويه وهز جنويته وهربوا من السطح وسدوا الدروج بالعواد وبداك الشيء. البوليس كلشي شافوا راه شاهدين هما اللي هودوني من الدار. وفي الاخر بقى كيعاير يهدد في ماما مسكينه كيقول انا غنحيد لنا وراسه، انا غنقتلها، انا ندير ليها. ما في الاخر ماما مسكينه راه ماتت دابا بهذيك العصاب اللي كان كيدير معاه وكيبقى يهدي خلع فيها مسكينه. وانا ما كنبركش كنبقى نخرج، باش كنخرج ماما تتبقى مخلوعه. باش حسيت بالحقر، انا نعس 36 من بعد هذاك الشيء، انا عشت في السبيطار باقي كنشرب الدواء. دابا الطبيبه دايره معايا باش غنسالي غادي نمشي عدة تعطيني باش ناخذ عاوتاني الدواء. ما كنقدرتش انا، ما عرفتش كاع نعيش من مورا هذاك الشيء. كاع الناس وليت خايبه معاهم، وليت كنحس براسي انا راه ماشي مزيانه. عطاو عام ديالاش هاد العام، انا ما عرفتش ديالاش هاد العام وشنو هو الدوسي اللي تحكم عليه بعام. وانا كنوقف قدام القضاء كنعطي الدوسي ما بغى ياخذو من عندي حتى شي حد، شي واحد ما بغى ياخذ من عندي الدوس. ودابا ولد عمو هو تيدوز هنايا في هذه الجلسه، واليوم غيتنطق بالحكم ديالو. هو الزوج ديالك ولا انا؟ غير كنت مصاحبه مع ما عمرو تزوج بيا، خرج لي على حياتي، بقاو عليا دارهم. راه راجلك راه انت يا مرتو، هو كيقول لي يا مرتي ومت ولدي، وبقى كيكذب عليا وما كاين حتى شي حاجه من هادشي. في الاخر خرجت بحال هكاك عريانه فيا الموت، ماما مسكينه تخلعات ومريضه بالقلب ماتت صافي. هادشي اللي كاين ما داروا معايا والو. انا راه غيخرج هذا من هاد العام، انا راه غنموت وغيبقى ولدي مسكين مشرد في الزنقه بحالي. البوليس اللي غطا هودني عريانه غطاوني وهودوني حيت ما لقاو لا حويجي لا والو، حيدهم وحيدهم ليا وقطعوا ملاحهم باش الا جا شي واحد ما يلبسنيش الحوايج. هادشي اللي داروا تكرفسوا عليا. وامه هذيك كتعاير في الفيديو كتقول عليا انا شمكاره، انا راه ما شمكاراش، هما اللي رجعوا مني شمكاره. اما انا راه جيت عندهم لهذيك الدار بطابليتي وما كانوا كيقولوا والو، كيبقاو يقولوا لي انت مرتو انت هادي، وانا في هذاك السن كيكذبوا عليا وكنتيقهم. انا راه غير كذبوا عليا وتقت، انا ما غلطتش انايا. بغيت القضاء ياخذ لي حقي حيت انا في خطر والله. انا ما عرفتش نعيش كاع من هذا الشيء، انا ما كنخدم ما كندير والو ما كنقدر ندير والو حتى شي حد ما كنتفاهم معاه.